اليوم لنفتتح مدرسة حق الشام في مدينة الباب في شمال سوريا. وإننا إذ نعهد إليكم بهذه المدرسة وهذا الأثاث، فإننا نطالبكم بالمقابل بجيل متعلم، بجيل واع يقود حركة نمو وتطور وازدهار مدينة الباب إن شاء الله في المستقبل. مدرسة حق الشام هي مدرسة ثانوية تم افتتاحها في مدينة الباب. طبعا كما تعلمون تعاني مدينة الباب من ضغط كبير على قطاعي التعليم والصحة بشكل خاص، وقد مضت سنوات على بداية الكارثة الإنسانية في سوريا، ولا يزال أطفالنا يتعلمون في الخيام وفي الكرفانات التعليمية في بيئة لا تليق أبدا بالتعليم. هدفنا من إنشاء هذه المدرسة الإسمنتية هي دعم البنية التحتية لقطاع التعليم في مدينة الباب وزيادة وصول الأطفال للتعليم في بيئة تعليمية جاذبة. المدرسة كما ترون هي مدرسة اسمنتية مؤلفة من 18 غرفة صفية، بالإضافة إلى باحة وسور ودورات مياه وتسهيلات للوصول للأطفال ذوي الإعاقة. نأمل من خلال هذا المشروع تسليط الضوء على نمط جديد من المساعدات الإنسانية، أن نرقى بتقديم المساعدة من خلال تقديم الخدمة التي تحافظ على كرامة المستفيد في كل مكان.